يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بي سواك عند حلول الحديث العمام ولن يضيق رسول الله جاءك إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبد على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذا لسحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حادي العيس بالنغم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم اشفي بها مرضانا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. This inshallah brings us to the ending of Qaseedah Bordah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.